التواجد العسكري التركي عندهم الآن قواعد عسكرية ومكاتب للمخابرات والاستخبارات التركية في شمال العراق منتشرة ومعروفة في هذا المجال. ممكن نقول البككة، ممكن نرجع من الذي أدخل البككة إلى العراق؟ تذكر حضرتك الدكتور أحمد كان في ولاية ثانية للسيد المالكي، كان هنالك اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبين حزب العمال الكردستاني، ولم تدخل به حكومة المركز ولم يعني كطرف في هذا الاتفاق، وهو أنه اتفقوا تركيا ويا حزب العمال بإنهاء العمليات العسكرية، وكانت صيغة الاتفاق تسلم البككة أسلحتها إلى تركيا وتخرج إلى العراق إلى شمال إلى جمال قنديل. كل القيادات العسكرية وكل عناصر البككة رجال ونساء يعني دخلوا إلى العراق بموافقة تركية، وأيضا من أقليم كردستان. كان الاتفاق تذكر حضرتك كان في حكومة المالكي، كان هنالك قطيعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وكان هنالك تحريض من قبل تركيا لحكومة الإقليم على الحكومة الاتحادية في ذلك الوقت، وبالتالي حتى العراق احتاج على هذا الاتفاق. لكنه هو هذا هاي بداية عملية التغلغل الكبير. اليوم تركيا من يعني تتذرع بعملية تواجد البككة، ما هي البككة تواجدت بموافقة وباتفاق موقع في هذا المجال.